اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الافاضل في هذا البرنامج عبر قناه الحياه الجزائريه. دائما نناقش القضايا السياسيه الاجتماعيه والاقتصاديه وحتى الرياضيه لازاحه الغموض عن بعض القضايا والمسائل التي تهم الشان العام. مشاهدينا الكرام، صراحه قضيه اليوم سنناقشها من خلال هذا العدد قضيه قديمه جديده، ولكن نشوف باللي في الاونه الاخيره تفاقم الوضع وايضا خروج الوضع عن السيطره في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سيدة الجزائر على غرار باقي دول العالم. الحقيقة الجزائر لديها ترسانة قوية من القوانين، ولكن للأسف النظام البوتفليقي السابق ما شهدناه هو عدم تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، وكانت عدالة التليفون هي السائدة آنذاك. اليوم الجمهورية الجديدة أو الجزائر الجديدة التي نستشرف من خلالها مستقبل أفضل وأحسن للمواطن الجزائري، نتمنى أن تكون هذه ترسانة من القوانين التي أتى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومن بينها طبعا مشروع تعديل أو قانون تعديل الدستور والذي صوت عليه الشعب، نتمنى أن يكون ويترجم في أرض الواقع. من بين طبعا القوانين التي طبعا كانت ضمن مشروع تعديل الدستور هي طبعا أزيد من 23 حق يعني أضيفت للباب الحريات والحقوق. إذا مشاهدينا الكرام، اليوم موضوعنا وهو الاختطاف، الاغتصاب طبعا القصر أو الأطفال، لكن اليوم الأدهى والأمر من ذلك، يعني بالرغم من الحملات التوعوية والتحسيسية إلا أن الذئاب البشرية لا تزال تتربص بفلذات أكبادنا، ونشوفنا أنه يعني لما واحد غريب عن العائلة يغتصب الطفل هذا ربما يتقبلها العقل، أما أنه الوالد يغتصب بنته ولا وليده هذا هو الشيء الصعب والمؤسف جدا. إذن وأيضا ظاهرة زادت في الحجر الصحي هذا، وشفنا يعني لحقتنا هنا شكاوي لقناة الحياة الجزائرية أنه أباء يعتدون ولا إخوة يعتدون على أبنائهم، شيء مؤسف جدا. إذا لإزاحة الغموض عن هذه القضية أسعد باستضافة طبعا الأستاذ طبعا عبد الرحمن عرعار. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك، مرحبا. نعم. شكرا لك. مليح شوية لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. إذا طبعا أستاذنا، أنت يعني راك في شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل، والهدف من هذه يعني هذه الجمعية أو هذا طبعا الشبكة هو ترقية وتطوير طبعا الطفل والدفاع عن حقوقه. صراحة نشوفوا بلي أنه بلغ الكيل الزبعة، خلينا نتكلموا من منطلق الواقع. وين شفنا يعني العملات التوعوية والتحسيسية هذه ما جابتش نتيجة، وين رايحين بها؟ تفضل. شكرا أولا على الاستضافة وإثارة هذا الموضوع لهم الجميع، خاصة الأولياء والأطفال أنفسهم. نعرف بأن مسيرة حقوق الأطفال مرت في الجزائر بمراحل كبيرة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. وكان هناك استثمار كثير في الحقوق الأساسية، لأن الجزائر أعطت من خلال هذا الاستثمار الحقوق الأساسية، ولكن بقينا نتخبط في مشاكل للأسف كنا قادرين نخرجوا منها في أقرب وقت، ونقصد بها مشاكل العنف، مشاكل الاختطاف والاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي، العنف داخل العائلة، التسول، عمالة الأطفال. هذه الصور التي تشوه مسيرة حقوق الأطفال ووضعية حقوق الأطفال، وما عشناه منذ 2011 إلى يومنا هذا مسألة سلوك الإجرامي لمس البراءة من خلال الاختطاف والقتل والتنكيل والاعتداء الجنسي. هذا يعود إلى عدة أسباب. نعم تفضل. ومنها هشاشة منظومة حماية الأطفال. في البعد فيه قوانين، فيه إرادة سياسية، فيه حزم والتزام بأن مصلحة الطفل هي قبل كل شيء، ولكن الآليات والبرامج والهياكل والعاملين على حقوق الأطفال خاصة في الشق حماية الأطفال يعيشوا في تخبط ويعيشوا في مشاكل ويعيشوا في تراكمات. نعم، خلينا نتكلموا بالدرجة أحسن ويعني قريبين من الواقع، لانه صراحه حتى بالفصحى قريبين الواقع. لا فيش مشكلة. حبيت نقول لك انا لما نتكلموا بالدرجه مش نقصد يعني اللغه ولا اللهجه. نعم. حبيت نتكلموا يعني من منطلق الشارع الجزائري. نعم. شلون نعيشوا. نعم. لما انسان يعني اسمح لي لما نقولوا باللي الدوله دارت قوانين، فيه قوانين ردعيه فيه كذا، ولكن لما توصل للواقعها انه الاب يعتدي على وليده هذا هنا الشيء غير معقول. وهنا كيفاش تشوفها؟ كيفاش تشوفها؟ كيفاش نحمي الطفل من اول مسؤول على حمايته؟ نعم. هي العائله. هنا الضعف.
من يتدخل؟ لأنه من المسؤول هنا؟ الطرف الثالث هي الدولة من خلال الآليات تاعها. أنك أنت تخلق إنسيتي فيها 40,000 وما توضعش ليزيكيبمون وما تضعش الآليات لتحمي الأطفال في هذه الفضاءات، وما تديرش البدائل التربوية والبدائل الثقافية والبدائل العلمية إلى آخره لتملأ هذا الفراغ، وتتدخل في أي لحظة، والتدخل يكون مبني على مؤشرات. هذا هو. وتعالج الناس اللي راهم مرض، وتعالج النزاعات اللي راهم داخل العائله. هذا هو اللي راه غايب في الساحه، بلا ما ننسى العمل الوقائي اللي راه غايب. الوقايه احنا نعرفوها كي تجي مناسبات وتجي ظروف معينه قال رانا درنا، ولكن في حقيقه الامر ما عندناش عمل وقائي. نقطه جوهريه ومهمه من خلال حديثك اثرتها، قلت انه في غالبيه الاحيان ايضا هذو اللي راهم حاكمين الجمعيات ولا في يعني حتى بعض الوزراء، يعني نشوف باللي كلامهم وخطاباتهم مناسباتيه حتى يتحل الفاس في الراس، بعدين نخرجوا في بلاطوهات الاعلام ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقارنا هنا ولازم هذه ولازم هذه. لماذا لا يكون العمل متواصل على طول العام؟ 20 سنه ضيعنا فرصه كنا قادرين نديروا فيها اشياء كبيره في منظومه حمايه الاطفال، لكن للاسف الناس ما كانش تسمع بما فيهم الوزارات المعنية بحماية الأطفال. ما زلنا نمشي بعقلية السبعينات، ما زلنا نمشي بالإجراءات القديمة. العنصر البشري اللي راه في هذه الهيئات وفي هذه الوظائف راه يتحرق يوميا، لأنه يتلقى الشكاوي، يتلقى الآلام، يتلقى الأخر ما يقدرش يتحرك. سرعة التحرك والعمل ليل نهار إلى آخره، هذا يتطلب احترافية، يتطلب كبير من الأخر. جميل، كلامك جوهري جدا إلى حد بعيد. طبعا دكتور عبد الرحمن عرعار، حبيت اليوم نسقسيك بالله عليك وجاوبني يعني بصراحة، دور اليوم وزارة التضامن في المجتمع، هل اليوم دورهم انهم في البيروات؟ شوف اولا ام النزول في الميدان؟ نشوفوا باللي العمل البروتوكول يطغى على هذه الوزارة. حقوق الاطفال هي في كل اتجاهات، نعم، حماية اجتماعية، حماية قضائية، مؤسسات إدارية إلى آخره من المسائل. اليوم وزارة التضامن معنية بإصلاحات كبيرة، لابد من إدخال إصلاحات في كل الآليات اللي راهي موجودة على مستوى وزارة التضامن، وحتى نظرة وزارة التضامن لقضية حماية الأطفال. عملية التنسيق بين كل المتدخلين من وزارة العدل، وزارة التضامن، وزارة الداخلية، وزارة التربية إلى آخره، هذا كذلك لازم إعادة النظر فيه، فيه تنسيق، إشراك المجتمع المدني، إشراك الأولياء، إشراك الأطفال، هذا راه غايب. خاصة في تسيير الآلام وتسيير هذا التراكم تاع الملفات. لما تكلمني تاع الاعتداءات الجنسية، ناس مختصين لازم يدخلوا فيه، نعم، ماهوش إداري هو يسير لك الملف هذا، يا هو ممكن يسيره من ناحية التصور السياسي والاستراتيجي، بس ما تنتظرش من موظف أنه يجي هو يسير ملف هذا ولا يسير ملف التسول إلى آخره. لازم نمشي إلى، ولكن التخصص. يستطيع أيضا هذا طبعا بمختلف القطاعات اللي قلت لي ومختلف الهيئات التي لديها علاقة بهذا الملف الحساس جدا، ملف الطفل، خلينا نتكلمه. قلت لي مش وزارة التضامن فقط، حتى وزارة الداخلية وأيضا القضاء، ولكن نشوفوا أيضا وسائل الإعلام في غالبية الأحيان ما تسلط الضوء أكثر على الجهة القضائية أو العدالة، يعني لازم القصاص، لازم كذا، يعني في كثير من المرات وتناسينا أم نتناسى وزارة التضامن أيضا أو الشركاء الاجتماعيين الذين لديهم دور مباشر أو غير مباشر في القضية. إيه طبعا. لماذا فقط دائما نلجأ إلى يجب القصاص وتطبيق؟ هل اليوم الجزائر صراحة خلينا نقولها باللي رانا يعني فقيرين أو فقراء من حيث القانون؟ لا، من حيث تطبيق القانون. من ناحية القانون ما عندناش مشكل، ممكن مراجعة بعض القوانين، لكن الجبهة الاجتماعية ضعيفة في منظومة الحماية، لهذا رانا كل شيء يروح للعدالة. المفروض العدالة هي الحلقة الأخيرة في منظومة حماية الأطفال، ماهيش الأولى. الأولى هي الوقاية والمنظومة الاجتماعية. المنظومة الاجتماعية ضعيفة مريضة، هذه شكون مسؤولية من؟ نبدأ بوزارة التضامن بالدرجة الأولى، ولما نتكلم عن الجبهة الاجتماعية ما هيش فقط وزارة التضامن، كل الجهات المعنية بالخدمات والتحويلات الاجتماعية اللي تمس الأسرة وتمس الطفل وتمس المراهقين إلى غاية 18 سنة. الجماعات المحلية معنية ولا مش معنية؟ أعطي لي رئيس بلدية يعرف عدد الأطفال في البلدية تاعو،
واش راه واقع في عنف البلديه تاعو وكيفاش يتصرف معها. هذه مسؤوليه من؟ هذه مسؤوليه سياسه عامه تاع دوله انها لازم تعيد النظر في هذه الاليات وتدير من حقوق الاطفال اولويه تنفيذيه. اولويه سياسيه راه موجوده ولكن المشكل تاعنا راه في الميدان. وهذا الميدان لازمنا بناء قدرات مؤسسات، بناء قدرات بشرية جديدة، من برامج جديدة، حتى الإعلام. لحد الآن الإعلام يتعامل مع المعلومة ولكن ما هوش أكتر في منظومة حماية الأطفال. اليوم عندك برامج تايلي وقائية اللي يرها الجوز وراهي البرامج غائبة لأنه ما كاش منتوج. وهذا المنتوج وين يكون؟ روح الإنترنت، كاين عنف ولا ما كاش؟ وراه المنتوج الجزائري ما كاش. ما نتكلمش على لي سبوت بيبليسيتار ولا هذا دو فواريان يعني لا. ولكن لو فون كيفاش نرافق هذيك العائله اللي تعيش في الالم؟ كيفاش نرافق هذوك الاطفال اللي راهم في التسول؟ كيفاش نخرج الاطفال هذوك اللي راهم في العماله؟ كيفاش نخرج الاطفال هذو اللي مجهولين النسب واللي راهم؟ نعم راح نتكلموا عليهم اطفال مجهولين النسب ونتكلموا ايضا على الاولياء. هذه الملفات نعم اللي لازم توضع الطاوله. نعم اللي طبعا نشوفوا بلي ضميرهم ميت وين يعني تسمح له الضمير ديالو انه يتسول بالابن ديالو يعني في عمره شهرين ولا ثلاث شهور نلقاهم برا. من المسؤول هنايا في هذه القضيه؟ لا المسؤولية مشتركة متعددة الأطراف ولكن من يحرك الدعوة في هذا المشهد هي الدولة، هي النيابة العامة، هو المسؤول السياسي في البلدية وفي الولاية لأنهم رامي يجوزوا ورامي يشوفوا الأطفال اللي رامي يبيعوا في المطلوع في الطرقات وكذا كل شيء. شكون يتكلم مع والديهم؟ الوالدين مسؤولين ولكن شكون يتكلم معهم يقولوا علاش راك تدفع بوليدك؟ يقول لك انا وليدي وندير وراه يعاون فيا ولاني ما عنديش مدخل نقوت به. نعم على بالوش بلي راح يكون فريسه طبعا للذئاب البشريه ذاك اللي يبيع في المطلوع. يا ودي هو يبيعهم وقاعد مور الشجره يعس فيه. هاو على باله. لا هذا حاجه مليحه الا كان عسو. نعم. ولكن نشوفوا اللي خلينهم يعني كما يقولوا يولد في الدار والشارع يربي. لهذا لازم لنا من تدخل كل الأطراف برؤية بخارطة طريق موحدة وأن نلتزم كل طرف بالمسؤولية. نعم. باش نقضي على هذه المشاهد. باعتبار أنك تكلمت على الخارطة اللي يمكن نمشي فيها طبعا من أجل حماية فلذة الأكباد أو الطفل إلى غاية 18 سنة. نعم. جاوبني بصراحة طبعا أستاذ عرعر، هل طبعا فيه تنسيق بينكم وبين وزارة التضامن؟ هل تم استدعائكم اليوم في الجمهورية الجزائرية الجديدة من طرف طبعا من طرف السيدة كريكو؟ لا لا ما كان هناك اتصالات ولكن فيما بعد ما كانت هناك أي دعوة للتنسيق حول البرامج إلى آخره. كنا نتمنى. كيف يمكن أن نمضي قدما نحو التغيير وما فيش تنسيق ما فيش؟ هذه مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى. نعم. لأن القرار عندها ماشي عندنا. ولكن الحكومة طبعا في مختلف طبعا خرجاتها تقول نعم للحوار، نعم للتحاور مع مختلف الشركاء، ولكن نشوفوا أنه في بعض الأطراف الداخلة، بعض الأطراف يعني في الإدارات المحلية أيضا، نشوفوا باللي تعرقل المسار الجديد. علاش التغيير عن بالك سهل؟ هاي قضية مربوطة بدهنيات وممارسات قديمة وسلوكات إلى آخره. لكن حنا ما نقدروش كمجتمع مدني نفرضوا روحنا على الغير، نفرضوا روحنا في الميدان. حنا موجودين في الميدان، رانا نستقبل المواطنين، نرافقوا المواطنين، رانا نخاطبوا الجهات المعنية. ولكن الجهات المعنية إذا كانت ما تتعاطاش مع هذه المعطيات ومع هذا الشركاء اللي راهم موجودين في الميدان، هذا شغلهم ماشي شغلنا. خلينا نقولوا باللي الآن في الجزائر لدينا مشكلة حسب مختصين أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم. نعم. بين الحاكم والمحكوم ربما تجاوزنا هذه الفكرة وعديد المرات من ناقشناها مع خبراء وأخصائيين. اليوم كيف يمكن إعادة الثقة طبعا بين المواطن والوزراء هؤلاء؟ شوف احنا كنا نتمناو أنه بعد الانتخابات الرئاسية يكون هناك استثمار في استرجاع الثقة المفقودة. نعم. خاصة لما شفنا النتائج تاع الرئاسيات أنه تقريبا الكتلة من الهيئة الناخبة اللي ما مشاتش في المسار تاع الانتخابات كنا ننتظر أنه يفتح حوار وطني. وهذا الحوار
يكون يسترجع هذه الثقة. هل اليوم الثقة تسترجع فقط بالحوار سيد عرعار؟ هل اليوم المواطن الجزائري نقدر أنه نسترجع الثقة دياله من خلال بلاتوهات، من خلال ملتقيات، من خلال مؤتمرات في القاعة البيضاوية أو في ليسال دو سبور؟ هل اليوم فيه آلية أخرى أو استراتيجية أخرى؟ أنا أشوف لما نتكلم لك على الحوار ما نتكلمش على الميتينغ ونتكلم على التنشيط وكذا إلى آخره، نتكلم على حوار شامل مسؤول بين السلطة وكل الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعيات والشخصيات. ولكن شفنا هذا حتى نخرج أولا من الانسداد السياسي، لأنه ما تنساش 2019 عشنا انسداد سياسي، بدينا بالانتخابات الرئاسية مع احترامي للأصوات اللي كان ضد الانتخابات الرئاسية وعندها وجهة نظر، ولكن الحوار يجمع كل هذه الأطراف. والشعب وش ينتظر؟ ينتظر أنه لما تجتمع كل هذه الأطراف وتكون خارطة طريق موحدة، هذا يبدأ مؤشر استرجاع الثقة. ثم المواطن كيفاش يزيد يدير ثقة؟ لما يشوف الملموس في الميدان وتحل مشاكل تاعو الميدانية في المعيشة تاعو، يطمئن على أولاده، يطمئن على المستقبل تاع البلاد والمستقبل تاع أولاده، يرفع الظلم على المواطن في عدة جهات إدارية وقضائية واجتماعية. حبيت تقول هو العمل. نعم، حبيت تقول يوم أستاذ عرعار أنه إعادة الثقة تكون بالعمل الملموس والعمل الميداني. أكيد. جميل. من بين الأعمال الملموسة والميدانية التي يطمح إليها المواطن الجزائري كما نشاهد في هذه الصورة لي طبعا هذا الطفل الذي طبعا قتل، وكما نشوفوا الدماء هذه وهذا كيف يمكن اليوم من خلال هذه الصور أن نمحو هذه الصور ونستشرف مستقبل أفضل؟ من خلال ماذا؟ من خلال أولا العمل الميداني اللي تكلمت عليه. نعم. في أولويات الإصلاح هو التصدي لجريمة الانحراف والجريمة والعنف اللي راه يمارس في الأحياء تاعنا وفي العائلات ضد البراءة وضد الأصول. وهذا للأسف رانا نواجهه فيه غير بالشرطة والدرك والقضاء. هذا ما ينفعش، لازم نمشوا في آليات واحدة أخرى. لازم لنا رقعة الجريمة يبد من حصرها والتكفل بهذا المجرمين والمرافقة تاعهم. هذا لا يعني بلي ما 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 العقاب ما يمشيش، لا، ولكن نحتاج إلى أن يكون هناك عمل نتاع إصلاح. نعم، أيضا واحدة الظاهرة صراحة. نعم. باش أنا دائما نتكلم الواقع وحتى المشاهد الجزائري يتابع فيها طبعا من خلال البلاتوهات يقدر أنه يميز، نشوفه باللي كل ما تحدث قضية من القضايا مثل هكذا الاغتصاب مثلا، القتل إلى ما غير ذلك، يقولك هذه قضية سياسية، حبوا يلهيوا الرأي العام. تعليقك أنت؟ لا 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 لا. هذا واقع هذا. وما خفي أعظم. إحنا لما نقوله قضية سياسية ما كاش قرار سياسي، كاين واقع وظروف معينة أن الانحراف والجريمة راهي تنتشر، وإحنا رانا نواجهه بقرارات إدارية وقرارات سياسية وقرارات أمنية. هذا رانا غالطين فيه، لازمنا من إعادة النظر في هذه الإجراءات ونمشو من خلال هذه الإجراءات في حصر هذه الجريمة، وأكثر من ذلك إعطاء الحلول الجوهرية لهذه الجريمة. وإحنا قدمنا أكثر من 52 مقترح للحكومة من قبل كيفاش نعالج منظومة حماية الأطفال في الجزائر من ناحية التشريع، ولكن من ناحية التنفيذ بالدرجة الأولى كاين خطوات مشينا فيها، ولكن كان فيه تراجع في الكثير من الخطوات. إذن اليوم سي عرعار يلزم أنه يكون فيه متابعة طبعا من أجل الوصول إلى الهدف المرجو. كنت يكون فيها تنفيذ فيه ومتابعة وتقييم وإشراك كل الأطراف. نعم، هذا باش ننجح. كنت صرحتم سابقا طبعا لجريدة أجنبية، قلت بأنه فيه 800 حالة اعتداء جنسي ضد الأطفال يبلغ العمر من 3 سنوات إلى 12 سنة. ورأي لحق هذه القضية أستاذ؟ ما زالت مستمرة. نعم، لأنه الأرقام رأى في تجارة. تكفلتوا بهذا من بينهم؟ تكفلتوا ماشي كلهم. شحال بتكفلتوا؟ ب40؟ حوالي، لأنه في هذا عمل يومي. على بالك تعرف اعتداء جنسي أو فعل مخل بالحياة أو تعريض الأطفال إلى مشاهد جنسية أو زنا المحارم إلى آخره من المسائل، هذا يتطلب وقت. حالة ممكن تستغرق عام عامين. نعم، بين إجراءات قضائية وإجراءات اجتماعية وإعادة بناء شخصية الطفل اللي هو الضحية وعلاقته مع المحيط تاعه والعائلة تاعه وإدماجه في المجتمع من جديد، هذا ماشي سهل. أنا لهذا نحن نطالب بإعادة النظر في المنظومة،
لما تقولي 9000 اعتداء جنسي سنويا في الجزائر، لما نقول 13000 ضحية تاع عنف في الجزائر سنويا، هذو وراه ما يروحوا هذو، كيفاش راه يتم التكفل بهم؟ التكفل القضائي راه موجود، ولكن كيفاش يتم بناء شخصيتهم من جديد وإدماجهم في المجتمع والتكفل بالعائلة تاعهم إلى آخره من المسائل، هذا اللي نحوسوا عليها حنايا. أما حنايا مجهودنا ضعيف. نعم، طبعا خليني سقسيك اليوم أيضا سؤال آخر يتبادر لذهن الكثير من المشاهدين باعتبار الخبرة ديالك طبعا اللي تتميز بها ومن خلال هذه الشبكة طبعا اللي راكم دايما ترافقوا الأطفال وطلعتم على عديد الأمور وعديد القضايا صراحة ليشمئز لها البدن وتقشعر لها الأبدان، وشو الحاجة اللي تخلي الوالد هذا ولا الأخ هذا يعتدي على الطفل في عمره 3 سنين؟ قضايا كثيرة، لأنه من بينها يعني القضايا اللي نشوفها باللي شائكة وغريبة في بعض الأحيان، الصراعات والعنف. هل الصراع هو اللي يخليك أنك تعتدي؟ لأنه يستعمل الطفل كوسيلة للانتقام، خاصة لما يكون طلاق أو تطليق أو خلع والطفل يكون بين الطرفين يتم استغلاله من خلال هذه الممارسات كانتقام من طرف الآخر. أكثر من ذلك كاين عندك ناس مرض جنسيا. كيف ذلك؟ لابيدوفيلي معروفة. ولما يندر لاكت باش نكتشفه. لهذا اليوم احنا محتاجين انه يكون مرافقة للعائلات ويكون عمل اتصالي مستمر مع العائلات. ماهوش لما تصير الحادثة نتصل بالعائلة من قبل. نشوفوا سلوكات الأطفال في المدارس، نشوفوا سلوكات الأطفال عند الطبيب، نشوفوا سلوكات في الفضاءات الرياضية والتربوية. ها هو رغم المختصين هذا. نعم، حتى راك فاهمني. نعم، اليوم نحتاج إلى آليات جديدة تمشي والعصر. لأنه لما نكتشف بأن الطفل عنده سلوكات غير سوية في المدرسة إلى آخره، لازم يفتح البحث الاجتماعي والنفسي ونمشي إلى العائلة. لما نشوف المؤشرات هنا ندخل الإجراءات لحماية الأطفال. حنا وقتاش ندخله؟ لما يشرى لاكت للأسف. مشكل صراحة يأرق العائلات الجزائرية سي عبد الرحمن عرعار، حتى أن العائلات الجزائرية أصبحت اليوم هي تمد وليدها لهذه الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. مثلا على سبيل المثال في أدهى وأمر. نعم، مثلا نجيب أنا يا تلمو خفت على وليدي، نجيب واحد سائق قال كونفيونس درت فيه الثقة، نعطي له ولدي باش يوصلوا للمدرسة إلى ما غير ذلك، ولكن في آخر المطاف نلقاه أنه اعتدى عليه. ما هوش كلهم، غالبيتهم يعني كما شفنا يعني ماشي غالبيتهم مختلف القضايا اللي رانا نشوفوها. لأنه كاين دي ناس ثقة لهذا اليوم كاين وين واحد يدير فيه الثقة يعني تلقى. لهذا لازم نعلم الأطفال ونعطوهم المهارات والمعارف كيفاش يحموا نفسهم. هذه ما كاش، هذه راهي غايبة، التكوين هذا للأطفال واحدة. اثنين، كيفاش نعلم الأولياء كيفاش يديروا المتابعة في هذه الأشياء، خاصة في الاعتداءات الجنسية والعلاقات مع والاتصال بأي شخص أجنبي عن الأطفال. الأشخاص هذو نفسهم اللي يكونوا في اتصال مع الأطفال، سائقين ولا حراس إلى آخره، كيفاش يتم تكوينهم؟ هل يتم تكوينهم على حقوق الأطفال؟ وكيفاش يتعامل مع الأطفال لما يدخل في اتصال؟ هذه كلها ثقافة وممارسة ما كاشها في بلادنا للأسف. نعم، وإحنا كاش ما كاين حراس ولا سائقي سيارات راهم يتكونوا على حقوق الأطفال؟ ما كاش. نعم، باش نختموا لو فقط يزيدنا المخرج دقيقة فقط، نشوفوا أيضا هذه القضايا مسكوت عنها في المجتمع الجزائري. نعم، يقول لك أنا كيفاش اليوم نروح للقضاء، كيفاش اليوم نروح نشكي أنا للجمعيات مثلا إلى وزارة التضامن، كيفاش نروح ونقول لهم باللي وليدي اعتدوا عليه تولي وصمة عار، وتبقى يعني المجتمع ما يرحمش يقولوا باللي فلان اعتدى عليه فلان ولا فلانة. وهذا تحدي لازم نتغلبوا عليه باليقظة، نتغلبوا عليه بالتكوين. هل هذا السكوت هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم؟ من بينها، ولكن بدأت الثقافة هذه تنتشر. تاع التبليغ نتاع أنه يمشوا الشكاوي، أنه يبحثوا على الحلول، يبحثوا على الأبواب اللي ممكن تساعدهم في الإجراءات القضائية بسرية، في الإجراءات الاجتماعية إلى آخره. بدأوا المواطنين الحل. نعم، واضح سي دكتور طبعا عبد الرحمن عرعار، مازالك متواصل معنا طبعا في الجزء الثاني من البرنامج. مرحبا. لمعالجة مختلف القضايا، ومازالوا عديد الأسئلة سنتطرق إليهم في فقرة التحدي. مشاهدينا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم من خلال هذه الإطلالة المتميزة. فاصل ونواصل.
تحية طيبة للجميع، نرحب بكل من يلتحق بنا اللحظة عبر قناة الحياة الجزائرية في هذا البرنامج الذي نسلط عليه الضوء طبعا عن الشق الاجتماعي وبالأخص الأطفال. إذن يسعدني أن أرحب مرة ثانية بالأستاذ والدكتور طبعا عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة ندى لحماية حقوق الطفل. أهلا ومرحبا بك سيدي. نعم راكم تحشوا لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. يلا مباشرة مشاهدينا الأفاضل نبدأ في فقرة التحدي مع ضيفي اللي راح حاضر معنا، نتمنى أنه يجيب على الأسئلة بدون تحفظ ولديه الحرية في الإجابة عن الأسئلة عن بعض الأسئلة أو عدم الإجابة عليها. إذا نبدأ معك طبعا أستاذ عرعار، في غالبية الأحيان ما نكتفي نحن المواطنين أو وسائل الإعلام فقط بالأرقام، ما هي الأرقام، ما هي كذا، ما هي الحلول الجوهرية للتصدي لظاهرة الاختطاف والاغتصاب بخصوص الطفل؟ سؤال عميق هذا يعني. تفضل. الأرقام والمؤشرات هي جزء من تحليلها حتى يسهل لصناع القرار وللمحترفين في الميدان اتخاذ القرارات والحلول المناسبة. لكن اليوم نحتاج إلى تقوية أولا مخطط الإنذار واليقظة اللي تم وضعه منذ 2012 خاصة في الشق الاجتماعي، لأنه لحد الآن الممارسة راهي مقاربة أمنية فقط، وكيل الجمهورية والضبطية القضايا إلى آخره. كما رحبنا بقانون حماية الأطفال من الاختطافات اللي جاء مكمل لهذا المخطط واللي راح يقوي منظومة الحماية في هذا المجال. كما تكلمنا على عقوبة الإعدام كردع للجريمة تاع الاختطاف، لكن بالمقابل الإعدام ما يكفيش وحده، لازمنا من منظومة تاع وقاية، وهذه المنظومة تاع الوقاية كل سنة يكون في عمل، ما هوش تاع مناسبات. ولما نسجلوا ضحية تاع اختطاف وقتل نتحركوا، لا، لازم يكون التحرك يومي وفعال من خلال ديناميكيات مع العائلات في الأحياء تاعنا، مع الجمعيات، مع وسائل الإعلام في الفضاءات العمومية إلى آخره. نعم، هل مشروع الإعدام أو القصاص الذي يطالب به الجزائريون وخاصة عائلات الضحايا هذو كافي لردع هكذا ممارسات؟ هو راه موجود يعني، المحاكم راه تشتغل فيه، ولكن التنفيذ راه مجمد. احنا طالبنا منذ 2012 أن يرفع التجميد في نقطة اختطاف الأطفال وقتلهم والاعتداء الجنسي عليهم فقط، وهذا راح يساهم في ردع جريمة الاختطاف، ولكن ما يقضيش عليها، لأنه القضاء عليها لابد من القضاء على أسباب الاختطاف، وأسباب الاختطاف متعددة، وهذا لازمنا من منظومة كل متكاملة باش تقضي عليه. نعم، المشرع الجزائري اليوم وعلى رأسهم طبعا السيد الأول في البلاد سي عبد المجيد تبون أمر طبعا وزير العدل بأنه فيه مشروع طبعا أقصى عقوبة تطبق على مختطفي الأطفال إلى ما غير ذلك، وأنتم أعلم وأدرى بهذا الشيء. لكن في المقابل نرى أنه فيه بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان تقول لك لا لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع بتبرير الحق في الحياة. نعم، كيفاش تشوفوا انتم؟ اولا انت تتكلم على جمعيات ومنظمات حقوق الانسان. نعم، ونحترم رايهم والمقاربه نتاعهم. الحق في الحياه هي متساويه بالنسبه للجاني وبالنسبه للضحيه. نعم، ولا فرق في الحق في الحياه بين الكبير والصغير مهما كان الوضعيه الاجتماعيه ولا الوضعيه الاقتصاديه الى اخره. فلهذا قضيه تقريب، والفاصل وشكون؟ هي العدالة. ولو نعيش بدون عدالة كيفاش يولي المجتمع تاعنا؟ فلهذا لما نفكر في الجاني نفكر في الضحية ونفكر في العائلات. فلهذا اليوم قضية الإعدام هي جزء من العدالة لتحقيقها، وهذه العدالة هي عمق الحق في الحياة، لأنه لو ما تردعش الجريمة هذه أتصور شحال من ضحية راح يكون عندك في المستقبل بحجة الحق في الحياة. فلهذا احنا أيدنا موضوع عقوبة الإعدام في هذه النقطة. أما في القضايا الأخرى قلنا لابد من حوار واجتهاد فقهي واجتهاد سياسي وقانوني واجتماعي مع كل الشركاء، لأن الموضوع ما هوش بهذه السهولة. نعم، كثير من الاعتداءات التي تحصل يرجعها العديد من المختصين أو كش يقولوا بعض الأطراف
يقولوا باللي سببها هي الأدوية والسيد ما كانش في عقله. هذه المبررات الخرافية التي نلقاها بين الفينة والأخرى، هل هذا فعلا؟ هذه معلومات غاطئة. تعرف باللي عدد كبير من المرتكبين الاختطاف والقتل غير مسبوقين قضائيا، يعني ما مارسوش الجريمة من قبل. نعم. فلهذا اليوم حبيت تقول اليوم سي عرعار، نعم، الإنسان هذا له يقوم بهذه القضايا ويمارس الرذيلة على هؤلاء الأطفال يكون في عقله؟ ممكن جدا، لأنه في حسابات، في صراعات لصرات، والناس استعملوا الأطفال كوسيلة، نعم، للابتزاز والضغط إلى آخره. حبيت فيه من كان منحرف وكانوا مجرمين واعتدوا على الأطفال، وكان الهدف تاعهم الاعتداءات الجنسية، لما ما تحكموش في الوضع مشوا إلى القتل إلى آخره من أشياء بدون ما نذكر الحالات. ولكن لما نحلل المشهد كله لازم نأخذ بعين اعتبار كل المعطيات. فيه جزء اللي هو منحرف، ولكن كاين جزء ما هوش منحرف ومارس هذا السلوك في ظرف معين، الإنسان ضعيف، نعم، هذا لا يبرر لاكت تاعهم، ولكن في ظرف معين، في ظروف معينة، مشى إلى لاكت تاعه أنه يعتدي على الطفل ويختطفه ويقتله. نعم. سؤال آخر سي عبد الرحمن عرعار، مصير هذا الطفل الذي يعتدى عليه، نعم، نقوله بلي هذا الجاني تم محاسبته، معاقبته، الإعدام إلى ما غير ذلك، اليوم مصير هذا الطفل؟ مصيره للأسف اللي شفنا بأنه بعد إتمام كل الإجراءات القضائية يبقى بينه وبين العائلة تاعه. ولكن بعدين فيش مرافقة أنتما؟ لازم مرافقة كشبكة؟ ماذا العدد كبير، ما تقدرش ترافقهم قاع كامل. تعرف باللي مازال حد الآن في أطفال مفقودين، مازال ما وصلوا لهمش. نحتاج إلى منظومة ترافق باستمرارية، نعم، وتعيد هذا الأطفال للوضعية الطبيعية تاعهم الأولى، خاصة اللي تم استرجاعهم، وأنهم يرجعوا إلى حقوقهم الأساسية، إلى وسط عائلي متوازن، إلى الفرحة، إلى آخره من المسائل، وإلا راح يكبر في هذا الألم، ولما يكبر في هذا الألم ممكن أنه يدير سلوكات غير سوية في المستقبل، ممكن يمشي إلى الانتقام، إلى آخره من المسائل. حبيت تقول يمشي إلى الانتقام ربما بالعنف أو بالشذوذ الجنسي؟ بكل الطرق، نعم، لأنه ما نقدروش نقرأ المستقبل إلا إذا كان عندنا قراءات مبنية على تحاليل اجتماعية ونفسية وقانونية، وتكون هناك مرافقة لصيقة تخلينا أن نحي أي مؤشرات سلبية ونجنب المجتمع أن يكون ضحايا في المستقبل. نعم. هل اليوم نستطيع القول أن غالبية الشواذ في العالم ليس في الجزائر فقط هو السبب الرئيسي كان الاعتداء عليهم لما كانوا أطفال؟ ما مش كلهم، لأنه لازم لك من قراءة معمقة واجتماعيا ويكون هناك معطيات باش نقدروا نحكمه. ولكن لحد الآن المشهد الاجتماعي اللي عشناه منذ 2011 إلى يومنا هذا فيه طرف متورط في هذه الجريمة، وهو الانحراف والعنف اللي راه موجود في الشوارع تاعنا وفي الأحياء تاعنا وخاصة في العائلات. هذا خلى أنه نشوف ضحايا مثل هكذا. نعم. تكلمت على نقطة أخرى، قلت لي بلي في أطفال مازالوا مفقودين، هل فيه عدد عندكم، عدد المفقودين؟ ما عنديش عدد، ولكن أمثلة موجودة من عدة ولايات. تقريبا بالتقريب الرقم ما عنديش تقريب، لأنه نحب نكون دقيق في الأرقام، ولكن لحد الآن ملفات ما جات مفتوحة على مستوى الضبطية القضائية. نعم. يلا نروح إلى ملف التسعينات سي عرعار عبد الرحمن عرعار. طبعا أطفال الجبل كما يسمونهم، هل تم التكفل بهم؟ طبعا كان هناك. كم العدد الإجمالي ل حسب المعطيات اللي كانت عندنا في هذاك الوقت بعد ميثاق السلب والمصالحة؟ أعطيني الإكزاكت. حوالي 650 اللي كان. وش من عام؟ نظن بعد إمضاء ميثاق السلب والمصالحة ونزول الجماعات المسلحة و يعني تكفل بالأطفال اللي كانوا في 600
وخمسين 650 الأطفال اللي كانوا موجودين مع الجماعات في الجبال وتم تكفل بهم من طرف الدولة، واللي كان مسار كبير أنه تم وضعهم في المراكز ثم مرافقتهم على المستوى الإجراءات القضائية والإجراءات الاجتماعية والتربوية، ولي منهم مشاو إلى العائلات ولي منهم ما كانش عندهم عائلات. شحال تكفلتوا من بين هذا 650؟ ماشي احنا اللي تكفلنا بهم كامل الدولة، ولكن احنا كنتم مساهمين. احنا كنا مساهمين، تواصلنا مع بعض الحالات. وش تقصد بالدولة هنا أستاذ؟ نعم، وش تقصد بالدولة؟ نقصد بها الحكومة يعني. نعم، وش تقصد بالحكومة؟ الحكومة كانت المسؤولية على مستوى وزارة التضامن ووزارة العدل بالدرجة الأولى والمصالح الأمنية. هل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان عنده أيضا دور هو في هذا الملف؟ لست أدري، ولكن نظن كان عنده المعلومة وكان شريك في. نعم، هذا الرقم قلت لي باللي 650 في كان طبعا على حد قولك طبعا في التسعينات، يعني في 99 بعد التسعينات، يعني في الميثاق المصالحة الوطنية. نشوفوا أيضا في إرهابيين تم يعني سلموا أنفسهم في تمن راست ولا في جيجل ولا ثاني في أطفال. هاد الأطفال ما فيش أرقام مؤخرا، ما عندناش أرقام لأنه المعلومة كانت موجودة فقط على مستوى المصالح الأمنية. ولكن لازم تعرف بأن هذا المسار راه متعدد. نعم، وكبير وشاب متشبك، وأن التجربة الجزائرية فريدة من نوعها في محاربة الإرهاب والتكفل بالضحايا وإدماجهم في 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 المجتمع. نعم، عدم إدماج بعض الأطفال من هذا الرقم 650، مدام أنه عندكم هذا الرقم، في المجتمع وتسوية وضعيته، ألا ترى بأنه سينتج لنا إرهاب في المستقبل؟ أولاً ما نتكلمش فقط على هذه الشريحة، احنا نحتاج أنه يكون عندنا استخلاص للدروس لهذه الوضعية ولهذا المسار، حتى ما نوقعش في نفس الأخطاء. وإذا كاين ضحايا اليوم مازالوا يعيشوا وضعيات صعبة في أحيائنا في العائلات إلى آخره، وأنا أعرف بأنه ما زال بعض الحالات يعيشوا هذا المشاكل، لابد من مرافقتهم وتسويتهم. نعم، لماذا هذا التماطل من طرف بعض الجهات المختصة في تسوية الوضعية لهؤلاء؟ أنت تعرف عشنا 20 سنة ما كانت سهلة علينا. وش عشناه من فساد. إذن للنظام البوتفليقي أثر كبير. بيصير هذا أكيد على هؤلاء. ولماذا أثر، لماذا ثار الشعب في 22؟ نعم، لأنه قال لازم نوقف هذا المهزلة وهذا الفساد وهذا السيناريو اللي ما يخدمش البلاد، فكل الملفات تعطلت. أنا هذا لا يعني بأن جهات معينة ما خدمتش، العكس. نعم، يعني جهات كانت تحترق وشد هذا الملفات كل جمر ودارت دورها ومسؤولياتها، لكن للأسف الواقع هذا هو. نعم، سي عبد الرحمن عرعار، اليوم وأنا على دراية على الأقل 5 أو 6 اللي راهم يتابعوا فيك اليوم من بين هاد الأطفال الجبل، واش تقدر تقول لهم اليوم اللي ما تمش تسوية وضعيتهم؟ هل تتوعد اليوم تتعهد أمامهم أنك راح ترافقهم في حال ما إذا لجؤوا لكم لاستعادة حقوقهم في الحياة؟ الالتزام بتاعنا نابع من القيم للناضل من أجلها. نعم، بابنا مفتوح، أي ملف نقدر نساهموا فيه مرحبا. نعم، ويعرفوا المقر تاعنا، واللي راهم يسمعوا فينا الكثير من الحالات اللي سويناها ورجعت وعايشة، وكاين يتزوجوا. نعم، وكاين يديروا عائلات واللي خرجوا من المأساة تاعهم إلى آخره من. نعم، هل شبكة ندى اليوم موجودة فقط في العاصمة ونشاطاتها فقط في دوشمورات أم في 48 ولاية؟ احنا شبكة ل 150 جمعية على مستوى وطني. نعم، ووجودنا حتى إقليميا ودوليا. نعم، تجربة أكثر من 15 سنة. فهذه التجربة دارت أثر كبيرة على مستوى الولايات ولا على مستوى محلي ولا مركزي. نعم، فالقضية ما هيش مربوطة بالهياكل، مربوطة بالفعل. نكونوا في ديدوش ولا نكونوا في تمرست، الفعل هو الأكيد. نعم، وهل صوتكم يعني يوصل حتى الأضرار عن قزام وغيرهم؟ وين حبيت يوصل؟ واصلوا فيه قضايا وصلتكم في قضايا، وتأسسنا كطرف مدني في عدة محاكم، وربحنا قضايا ورافقنا قضايا رغم صعوبة التنقل وصعوبة المشاكل، ولكن واجهنا. نعم، نمر إلى سؤال آخر. صراحة نشوفوا بلي بعض السلوكيات أو السلوكات في المجتمع الجزائري، ونشوفنا الطلبة
تسول. نشوفوا يعني أم تطلب ولدها في عمره 3 شهر 4 شهر يعني وفي لباس يعني كارثة صراحة. اليوم ما هي الآليات للتصدي إلى هذه الظاهرة وكم عدد الأرقام تاع الأطفال المتسولون؟ أنا ندائي تعطيني الفرصة تفضل يلا إلى رئيس الحكومة أنه يفتح هذا الملف اللي راه موجود على مستوى وزارة الضمان وتم وضع الاستراتيجية في قضية الوقاية في قضية الإدماج المؤسساتي والأسري في قضية التكفل بهذا الأطفال وإخراجهم من الشوارع والأحياء. وهذا الملف لازم يفتح وهو صميم الإصلاحات الاجتماعية لأنه راه معطل فقط. هل في أرقام لأعداد الأطفال؟ ما فيش مسح وطني وهذا من الأساسيات أن وزارة التضامن ووزارة العدل يكون عندهم مسح وطني لهذا الملف. وملف التسول راه مربوط بملف عمالة الأطفال لابد من كذلك فتح هذا الملف. لما نفتح هذا الملفين رانا ماشيين نفتح ملف العنف إلى آخره لأنه متشابكة. عندك منظومة تاع انحراف وجريمة متشابكة وعند لازم لك من منظومة تاع حماية تكون متساجمة فقط. نعم. هل اليوم طبعا دكتور عبد الرحمن عرعار يعترف أنه فيه شبكات تخدم بهؤلاء الأطفال؟ أؤكد من هذا المنبر بأن فيه شبكات تشتغل في التسول تشتغل في عمالة الأطفال تشتغل في الاعتداءات الجنسية إلى آخره. وهذه الشبكات منظمة وعندها لوجيستيك تاعها وعندها علاقاتها وعندها كل شيء وتم الحمد لله في عدة ملفات الوصول إلى هذه الشبكات وتهديمها. هل الشبكات هذه الدور تاعها اليوم هو ضرب أمن واستقرار السيدة الجزائر؟ أي انحراف يمسلك النسيج الاجتماعي لما النسيج الاجتماعي يتمس كل المنظومات الاقتصادية التربوية الأمنية كلها تتمس. لهذا اليوم ما عانت المنظومة الاجتماعية من ارتدادات منذ التسعينات إلى يومنا هذا لابد من إعادة بنائها من جديد. نعم. وهذا ما يكون إلا بالفعل الميداني واسترجاع الثقة. نعم. اليوم الحقيقة تحدي كبير بالنسبة لمختلف القطاعات لفك لغز الجريمة بالنسبة لاختطاف الأطفال وغيرهم. اليوم قلت أنت باللي فيه آليات كثيرة ولكن تحتاج فقط تطبيق على أرض الواقع. نعم. فيه مخطط إنذار ولكن أيضا يحتاج إلى تطبيق في أرض الميدان. نعم. من هو المسؤول الأول بالدرجة الأولى اليوم على هذا المخطط اللي تتكلم عليه؟ الحكومة طبعا. حكومة طبعا المخطط راه بين يدنا الحكومة. نعم. والمخرجات الأساسية للحلول راه موجود على مستوى الحكومة. فقط لازم يفتح الباب لإشراك كل الفاعلين في الميدان ونمشوا في مخططات سنوية تاع عمل ميداني. لأنه الجريمة هذه ما تقدرش تقضي عليها في سنة ولا سنتين، لازم لنا 5 سنوات 10 سنوات عمل ميداني. نعم. هذا هو ملف آخر صراحة وراح إن شاء الله نستضيفوك في الأعداد القادمة نتكلم عليه وهو الأمهات العازبات. نعم. قضية الأمهات العازبات هذا أيضا من القضايا المسكوتة عنها وغالبا ما تنتج أطفال. مصيرها أو تلاقي الأطفال سي عرعار؟ أول لازم نعرف بأن الأطفال مولودين خارج إطار الزواج. نعم. من خلال الأمهات العازبات هذا واقع مشي لازم نهربوا منه. نعم. وهذا الأطفال ضحايا، القانون الجزائري تكفل بهم وأعطاهم كل الحقوق الاجتماعية والمدنية حتى بما فيهم الحقوق السياسية. نعم. يعني ما عندناش مشكلة هوية أي طفل يولد فوق التراب الجزائري. نعم. بالدم أو التراب. وتعرف بأن الأم أول حق أعطاها القانون هو أنه تمد الجنسية. لما الطفل يكون عنده الجنسية خلاص يعني كل حقوق مغمودة. المشكل راه في إلحاق النسب. إلحاق النسب هذا يتطلب فتوى، يتطلب اجتهاد فقهي قانوني من طرف المعنيين. نعم. حتى نسوي هذا الملف وأكثر من ذلك كيفاش نقلص العدد تاع مولودين خارج إطار الزواج. وهذا باش كيفاش يكون اليوم عندك بين 2800 إلى 3300 مولود خارج إطار الزواج سنويا. سنويا سنويا. نعم. هذه الممارسة كيفاش تقضي عليها؟ كيفاش تقلصها؟ نعم. لازم لك من تكفل، لازم لك من عمل. نعم. وقاية. أيضا نقطة أخرى تثير استغراب الكثيرين. نعم. وخاصة المتتبعين لهذا الملف أن الحكومة تتكفل بهذا الأطفال إلى غاية سن 18 سنة. نعم. ولكن بعدين يخرجوهم المراكز هذه. هذا خطأ،
علاش 18 سنه؟ المفروض المراكز هي ما عندوش سيد وين يسكن. لا لا، هي محطه وقائيه ومحطه حمايه مؤقته. قبل لما يولد يتم وضعه، ولكن بعد البديل وشني هي عائلة الكفالة. نعم، ولكن أستاذ خلينا نقول علاش خليه يكبر في المركز وحتى 18 سنة هو مواطن جزائري، ومن بعد يولي يتخبط في مشاكل السكن وعايش داخل المركز ويروح للجامعة. وفي هذه الفترة الحساسة 18 سنة فترة المراهقة يعني ترميه للشارع، هذه ممارسة، وكأنك يعني ممارسة خاطئة. هذه ممارسة خاطئة. اليوم وش الكلمة اللي توجهها طبعا للمسؤولين في هذه النقطة؟ أنه ما يشوفوش لهذه القضايا كملفات قضائية أو رقمية. هذو جزائريين، لابد من عمل متكامل مع كل الناس وأن يتم إدماجهم قبل هذا السن. نعم. سؤال آخر طبعا أستاذ عرعار، وأنه الوقت داهمنا صراحة، الوقت راه يمشي اليوم، فهمتش أنا يعني قصتك مع جمال ولد عباس وعمار سعيداني؟ ما عندي حتى قصة معهم، لا من قريب أو من بعيد. لا، ما عندي حتى علاقة بهم ولا قصة. سي جمال ولد عباس تعاملت معه لما كان وزير في إطار قانون، في إطار عمل. الأمين العام عمري ما تلاقيت معه. لا، ما عندي حتى قصة معه. نعم، علاقة طبعا عبد الرحمن عرعار بسعيد بوتفليقة؟ لا من قريب ولا من بعيد. ولا مرة اتصل بك؟ ولا مرة. ولا مرة تم استدعائك لرئاسة الجمهورية في النظام البوتفليقي؟ ولا مرة، ما دخلتش عمري للرئاسة. تصفون اليوم؟ إلا استغفر الله، إلا لما كان هناك دستور 2016. نعم، كان حوار حول الدستور، كنت ضمن الوفد نتاع الكشافة الإسلامية الجزائرية فقط. نعم. كيف تصفون اليوم معركة الفساد ضد ما يعرف برموز العصابة؟ معركة كبيرة. وجوهر الإصلاح هذا هو. ومحاربة الفساد ما هوش فقط بالمنظومة القضائية. لازم لك من إعلام حر وقوي، لازم لك من مؤسسات منتخبة وقوية، لازم لك من مجتمع مدني شريك ومحترف ومتخصص في الوقاية من الفساد، وتعزيز العاملين على محاربة الفساد. نعم. يعني إما على مستوى القضايا، ضبطي القضايا إلى آخره، وحمايتهم. وهذا فعل مهم جدا. ولما نتكلم على الفساد راه مسار كبير متجذر. لا، متجذر، ولكن كيفاش تدير المحاربة والوقاية؟ لما تكمل على الوقاية تبدأ بالنزاهة. هذا الفعل تاع النزاهة لازم نمارسه احنا كسلوكات. نعم. ولما ننجحوا في النزاهة نوصلوا الى الشفافية. نعم، يجب ان نتضافر الجهود. يلا، اذا فقط سمح لنا المخرج في دقيقة فقط، لانه الاسئلة. احمد ويحيى هو من بين المتهمين في قضايا فساد ويقبع حاليا في السجن، علاقتكم به سي عرعار؟ ما عنديش علاقة. كان استدعاكم مرة لابن عكنون؟ ما فيش منه هذا الخبر؟ في إطار استدعائي؟ ولا مرة. نعم، ولا مرة. يلا، من هو المترشح الذي كنتم تدعمونه في الانتخابات الرئاسية السابقة 12؟ أنا كنت مترشح، لم ندعم أي شخص في الرئاسيات؟ نعم. ما دعمت أي ما دعمنا كان. خذينا قرارنا على مستوى المنتدى أن نبقى بعيدين على التدعيم، ومن يخرج رئيس نتعامل معه. نعم، من هي الشخصية السياسية الوطنية المؤثرة لعام 2020 في سيادتكم؟ سي بورقعة، ربي يرحمه إن شاء الله. نعم، الله يرحمه. ماذا بقي في ذاكرة عرعار من النظام البوتفليقي؟ الفساد للأسف. ماذا تمثل لك صورة بوتفليقة وهو مقعد في كرسي متحرك؟ نتمنى أن هذا المشهد ما يتكررش معنا. نعم. لأنه كان فعلا صورة كانت تخرج لنا كثير على المستوى الدولي والوطني. نعم، كسياسي اليوم سؤال، ليس طبعا كرئيس شبكة الندى، هل اليوم نستطيع القول أنه الذهاب إلى البرلمان المحلي يوصف بالمزور والغير الشرعي؟ كيف تعلق على التوجه نحو انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة؟ هي جزء من الإصلاحات. نعم. لهذا اليوم نحتاج أنه تكون خريطة طريق موحدة لهذه الإصلاحات السياسية والمؤسساتية بإشراك الجميع، معارضة وسلطة وكل الرافضين لهذا المسار، لابد أن يفتح حوار معهم حتى يكون هناك استرجاع للثقة. يعني البعد اللي لازم نشوفه هو الإرادة السياسية وربح الثقة. نعم، سؤال أخير، الأفلان والأرندي أطلقوا خطابات قطيعة وتوبة مع المرحلة السابقة، هل هذا كافي لاستعادة ثقة المناضلين والمواطنين؟ كسؤال أخير تفضل. غير كافي هذا. غير كافي. غير كافي. شكرا لك
أستاذنا دكتور طبعا عبد الرحمن عرعار على قبولك الدعوة. كلمة في 30 ثانية تفضل. نبقى في الأمل، وأنا جد متمسك بهذا الأمل أنه التغيير آتي لا محالة. شكرا لك أستاذنا، نلتقي في فرصة أخرى بإذن الله تعالى. أما أنتم السادة الأفاضل السادة الأحبة، بهذا وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامجكم طبعا عبر قناة الحياة الجزائرية. نلتقي غدا مع شخصية أخرى ومع ملف آخر. دمتم بخير، السلام عليكم. شكرا لك أستاذنا. شكرا.